ما يدخلوش كل حاجه في بعض. دي عملية مدبرة أصلا يعني. إزاي أنا المصري كسبان وبورسعيد بالأخص كسبانة وينزل يبوظ الماتش؟ مش معقول. لكن هي أصلا عملية مدبرة عشان اليافطة اللي حطيناها مش حطيناها بورسعيد، حطيتها طبعا من الفلول النظام السابق. المطالب الأساسية تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أبعاد هذه الجريمة، محاسبة كل المرتكبين مرتكب هذه الجرائم، فتح ملف التآمر على مصر، لأن الهدف هو إسقاط الدولة المصرية، وكل هذه الأحداث هي أحداث مخططة، تخطيط وليست بفعل صدفة بأي حال من الأحوال، مخططة من جماعات محددة، بعضها مرتبط بالخارج وبعضها مرتبط بالنظام السابق. مرة أخش الانتخابات ليه؟ عشان عارف ان صوتها هيسمع.